أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، نلتقي اليوم مع موعظة جديدة بعنوان شهر رمضان شهر القرآن. أيها الإخوة الأحبة في الله، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن تلاوة القرآن في شهر رمضان والاستماع إليه ومدارسته وتدبر أحكامه من أعظم القربات التي يتقرب بها الصالحون إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأجنحتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان له خير عميم على الجسد وعلى العقل وعلى الأخلاق والسلوك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد روي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أيها الإخوة الأحبة في الله، إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة للصائمين القائمين. فعن عبد الله بن عمر بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه الإمام أحمد. أيها الإخوة الأحبة في الله، فقد كان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. فكان قتادة يختم القرآن في كل
سبع ليال مرت، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة. فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث، والشافعي رحمه الله كان كذلك أيضا يختم القرآن. قال عنه ربيع بن سليمان: كان محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان 60 ختمة، ما من شيء إلا في صلاة. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. أيها الإخوة الأحبة في الله، إنه ينبغي على كل مسلم من المسلمين، وعلى كل عبد طائع لله سبحانه وتعالى، أن يغتنم هذه الفرصة، ألا وهي فرصة شهر رمضان، للإكثار من قراءة القرآن والتدبر في معانيه ومدارسته وإحقاقه وإعطائه حقه. القرآن الكريم هو نور من عند الله عز وجل، وهو هداية لقلوب المؤمنين المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة الأحبة في الله، فاغتنام الفرص واجب علينا، ولذلك ينبغي علينا أن نشمر في هذا الشهر المبارك العظيم، من أجل أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم في النوافل وفي الاعتكاف وغير ذلك مما هو محبوب ومحمود عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.